مساكم الله بالخير والنور والسرور وتيسير الأمور. أنا أحمد ماجد وحييكم في ثاني حلقة من 30 دقيقة. اليوم إن شاء الله بتكون ويانا الكثير من الفعاليات والكثير من الأحداث، وأيضا هناك الكثير أيضا من التقارير المنوعة والشيقة اللي إن شاء الله بتحوز على رضاكم. سريعا بنذهب إلى عناوين أمسيتنا لهذه الليلة. المؤتمر الصحفي الخاص لمقتنيات صاحب السمو الشيخ سلطان الخاصة ببلاد الشام. وزيرة الثقافة البحرينية الشيخة مي الخليفة تستعرض حال الثقافة بالبحرين. مهرجان العملات المتداولة في دبي. سباق أبو ظبي للمراكب الشراعية. حياكم الله من جديد. طبعا نحن مثل ما ذكر الآن في العناوين عندنا التقرير اللي هو الخاص بمقتنيات سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة. أنا بقول شيء قبل لا نروح للتقرير، الإعلانات في شوارع إمارة الشارقة موجودة عن المقتنيات. أنا شخصيا أول ما قرأته بطريق الصدفة لفت انتباهي جدا، جميل جدا، مبلغ أنه سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة، بل هو الرجل المثقف الأول في دولة الإمارات، ونشكره على مشاركتنا وتشريفنا بأن نحن نشارك المقتنيات الخاصة به، نحن نتعرف على هذه الخبرات اللي هو شافها واقتناها. أنا أعتقد أن فرصة مثل هذه ما تتفوت. نذهب سريعا إلى تقرير سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة أو مقتنيات سيدي صاحب السمو حاكم الشارقة من بلاد الشام. افتتح سعادة عبد الله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة المؤتمر الصحفي الخاص بمقتنيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله، وأعرب سعادته عن المجموعة المنتخبة والنادرة لصاحب السمو. ومن بين هذه الفعاليات يأتي معرض بلاد الشام الذي يضم مجموعة منتخبة ونادرة من مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة، ويفتتح في 7 يوم الأربعاء القادم الموافق 19 سبتمبر الجاري بمتحف الشارقة للفنون، وذلك بالتعاون بين كل من إدارة الفنون بدائرة الثقافة والإعلام وإدارة متاحف الشارقة، متضمنا مجموعة من الأعمال الطباعية البارزة التي أبدعها أكثر من 30 فنانا استشراقيا قاموا خلال القرن 19 الميلادي بالعديد من الرحلات الفنية الشهيرة، متوجهين إلى بلاد الشام وعدد من البلدان العربية. المعرض سوف يجتمع على 171 عمل فني للطباعة حجرية قديمة. هذه الأعمال أصلية ومرقبة، تم اقتناها بتوجيهات صاحب السمو، وهي مقتنيات الخاصة لصاحب السمو حاكم الشارقة. بالإضافة إلى أن هناك سوف يعرض هذا المعرض كجناح لمدة 2 في متحف الشارقة الفنون. سيوازي هذا المعرض معرض ورش فنية، برنامج تعليمي. الورش الفنية سوف تتوزع في متحف الشارقة الفنون ومعهد الشارقة الفنون وكلية الفنون الجميلة، عن الطباعة الحديثة والطباعة القديمة والتاريخ القديم وأسلوب الرسم القديم مع ناس متخصصين. هناك حوالي 5 ضيوف دوليين سوف تستضيفهم الإدارة خلال هذه الفترة، تقام ندوة دولية موازية عن قراءة لهذا المعرض من القراءة الفنية والتاريخية. سوف تقام يوم الأحد والأثنين في مقر دائرة الثقافة والإعلام صباحا. وهناك أيضا برنامج تعليمي سوف تدعي جميع المدارس بالدولة وجميع المثقفين بالدولة لزيارة هذا المعرض والتناقش والحوار في هذا الموضوع. ويأتي هذا المعرض الذي يفتتح في 7 19 من سبتمبر الجاري بمتحف الشارقة للفنون. جميل أن نحن في إمارة الشارقة ولله الحمد أي من المتاحف أو أي من الأحداث الثقافية اللي تصير دائما يكون على هامشها ورش عمل، يعني ما فقط إن فقط للاستمتاع، أيضا للاستمتاع والتعلم. بنذهب في فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. نحن الآن طبعا بنذهب أيضا إلى أجندتنا لهذا اليوم، بنستعرضها إن شاء الله سويا مع بعض. في البداية بيكون إن شاء الله في إمارة الشارقة معرض اغتراب من 24 مارس إلى 28 سبتمبر، وفي العاصمة الحبيبة أبوظبي هناك منتدى مينا سولار باور، هو المنتدى السنوي الثاني. وأيضا في الإمارات في دبي المؤتمر والمعرض الدولي للحفاظ على التراث العمراني، وأيضا هناك طبعا بيكون في مركز دبي التجاري، وأيضا هناك طبعا تاريخ المعرض هذا بيكون من 17 سبتمبر إلى 19 سبتمبر لعام 2012. إلى البحرين طبعا الدولة الحبيبة والشقيقة وناسها الطيبين، ولكن هذه المرة سوف نبحر في هذه المملكة الجميلة الشقيقة في تراثها من خلال وزيرة ثقافتها سمو الشيخة مي بنت محمد آل خليفة. نتابع ونعود لكم إن شاء الله. استضافت ندوة الثقافة والإعلام بدبي سمو الشيخة مي بنت محمد آل خليفة وزيرة الثقافة في مملكة البحرين، حيث ألقت سموها محاضرة عن التجربة الثقافية في البحرين. قدم للمحاضرة سعادة بلال البدور نائب رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم، منوها بمسيرة وجهود الشيخة مي وخطتها في التنمية الثقافية بالبحرين. تحتار أنت تختار جانبا من جوانب هذه الشخصية، فكل جانب منها بيت قصيد. وعندما نقول التجربة الثقافية للبحرين أقول لكم وعن خبرة، من زار البحرين ولم يمر بالمحرر فما زار البحرين. لماذا اخترنا هذا التقسيم ولماذا حاولنا أن نقدم شيئا مختلفا في هذه التجربة وهذا العام بالذات؟ ابتعدنا عن الأنشطة التي ربما جرت العادة على استقطابها. هناك مواسم للفرح والثقافة، هناك صيف البحرين أو ربيع الثقافة. لم نشأ أن نقدم مثل بقية العواصم الأخرى استعراضات لأنشطة من بلدان عربية مختلفة، وأن نكرس فقط المهرجانات التي اعتدنا على استضافتها. اخترنا أن نؤسس بنية تحتية للثقافة. في هذا العام أطلقنا 12 مشروعا واستطعنا أن نحقق جزءا كبيرا منها، والبعض من يدشن في عاصمة الثقافة ويفتتح في العام القادم الذي سيكون أيضا ستكون منام عاصمة للسياحة. بالطبع نحن دول خليجية واحدة نتكامل في كل الأمور، وأعتقد أن ما نقدمه في البحرين أو ما يدور في الشارجة أو في الإمارات أو في دبي هو له صدى في جميع مناطق الخليج. نحن مجموعة واحدة تشكل هوية واحدة، ونتطلع إلى مستقبل يشد من عزمه كوننا وحدة واحدة. وقد استعرض سمو الشيخ مي سلسلة من المشاريع المزمع إطلاقها في الفترة القادمة، كما استخدمت عرضا توضيحيا لأهم مشاريع البنية التحتية الثقافية التي تعمل على تأسيسها، بالإضافة إلى اهتمام وزارة الثقافة البحرينية بالمحطات الحياتية والحقبات المرحلية التي مرت بها المملكة. طبعا كل التحية لسمو الشيخة مي الخليفة على طبعا استضافتها لكل هؤلاء الأساتذة اللي طبعا من ندوة الثقافة والعلوم بدبي وأيضا في دبي، وأيضا تحية لسعادة بلال البدور. مشاهدينا أنا طبعا في البارحة طلبت منكم أن إن شاء الله تكون هناك مشاركة من قبلكم على إيميل البرنامج، سواء كان هناك أي اقتراحات، سواء كان هناك أي أماكن أنتم تشوفون أنها أو أن تحبون أن احنا نغطيها أو حتى أحداث. وأحب أنوه لشيء أيضا آخر، إن شاء الله في الحلقات القادمة لبرنامج 30 دقيقة بتكون هناك مواضيع ساخنة تهم كل بيت وكل فرد
موجود على أرض دولة الإمارات. الآن بنذهب في فاصل قصير ونرجع لكم إن شاء الله. سباق أبو ظبي للمراكب الشراعية. حياكم الله من جديد. نذهب سريعا إلى العاصمة الحبيبة أبو ظبي، والتي طبعا تشهد سباق للزوارق الشراعية. طبعا هذا السباق، أو عفوا، نذهب الآن إلى تقرير اقتصادي عن العملات، ومن ثم نرجع نكمل رحلتنا. افتتح سمو الشيخ حشر آل مكتوم مدير دائرة إعلام دبي وصاحب السمو الملكي سيف الإسلام بن سعود بن عبد العزيز فعاليات الدورة الأولى لتداول العملات الأجنبية في إمارة دبي. وقد شهدت البطولة التي أقيمت على مدار يومين مشاركة ما يزيد عن 1000 متداول ومجموعة من الشركات الرائدة في منطقة الخليج، إضافة إلى مؤسسات مالية واقتصادية من 10 دول أوروبية وأمريكية. وقد جاءت المنافسة للفوز بجائزة أفضل متداول بالعملات الأجنبية في الإمارات لعام 2012. ألقى الدكتور سيف الإسلام كلمة خلال حفل الافتتاح جاء فيها: وبداية لبطولة سميناها بطولة العرب في تداول الفوركس التي تنطلق اليوم من هذا المحفل لبعث فكرة تأسيس هذا المنطقة على الشارع، ومن إيماننا بأهمية نوعية المستثمرين الذين نريد اختبارهم على مخاطر التعامل في هذا السوق ومهارات وطرق الاستثمار فيه، وذلك لكثرة ما تروج له بعض الشركات بشكل غير مهني عن هذا السوق واستخدام الأساليب الإغرائية التي تزج بالمستثمر المبتدئ للدخول فيه دون وعي وإدراك من نوع هذا الاستثمار. وتقام على هامش البطولة مجموعة من العروض التقديمية التي يقدمها حشد من صناع القرار والخبراء الاقتصاديين والمتداولين. البطولة هاي وللإكسبو هذا الذي يختلف من الـ من الـ من الـ الإكسبوهات التانيين، إنه فيه نوعا من البطولة ولا تشامبيونشيب، واللي هي شو؟ إنه منتمنى إنه منعطي ناس، يعني مدربين، إنه بيدخلوا بجلسة منعطيهم نص ساعة، منقول لهم إنه عندكم نص ساعة من شان بتشاركوا في حساب تجريبي، تشتروا اللي بدكم إياه، بتبيعوا اللي بدكم إياه، لكن عندكم نص ساعة ومنشوف مين اللي بيفوز بالمصاري الأكثر، ولا مين اللي بيسوي يعني الربح أكثر. نعم، إقبال والله كان جيد، يعني كنا متفاجئين. الهدف من البطولة كان التوسع بهذا السوق مع والتعريف بعض العملاء الجدد عن خواص التداول بسوق العملات، تعريفهم على الأرباح الممكن تحقيقها بهذا السوق، كمان المخاطر بنفس الوقت. والله أنا أنصح كل مستثمر، عندي ثلاث نصائح. النصيحة الأولى أن يستثمر في هذا الحقل بجزء من ماله وليس كل المال. الاستثمار جزء من المال يؤدي إلى تقليل المخاطر. النصيحة الثالثة أن يختار الشركة التي لها مظلة تنظيمية في الدولة المضيفة أو حتى في الدولة التي أعطت الترخيص. النصيحة الثالثة أيضا أن يكون على اطلاع على اتجاهات الأسواق العالمية المتأثرة أيضا بالسياسة والأحداث الجارية. عندما يغيب عن الساحة السياسية وما يجري حواليه ويمين ويسار، سيكون مخاطر عظيمة في هذا المجال. هذه ثلاث نصائح. وتعد الدورة الأولى لتداول العملات الأجنبية أول بطولة قائمة على الاستثمار والتداول في الإمارات، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي ووزير المالية والصناعة، والتي تهدف إلى اختبار مهارات تحليل الأسواق واستراتيجيات التداول لدى المستثمرين في الإمارات. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، لازلنا نتواصل وياكم طبعا من خلال فعالياتنا ومناسباتنا ونقدمها لكم ونحن مشاركين أيضا بانتمائنا وولائنا لوطننا الجميل. نذهب الآن في تقرير عن انتمائنا الوطني لدولة الإمارات. لهذا اليوم
يعني أنا أعتقد يتحول البيت إلى دولة إمارات مصغرة. الحوار الأسري جدا يعني لازم الالتقاء الأسرة على مائدة واحدة ويكون عندهم حوارات التي إحنا قمنا نفتقدها مع الأسف في هذا الزمن. عقد في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة فعالية الفكر والحوار تحت عنوان الأسرة والانتماء الوطني بحضور قيادات نسائية وسيدات من المجتمع الإماراتي اللواتي ركزن على دور الأسرة وهو غرس حب الوطن في نفوس الأطفال والشباب بالتعاون مع المدرسة والمجتمع. طرحت آليات وبرامج مستجدة ومتطورة واقتراحات لتفعيل دور الوطنية والولاء في نفوس الشباب. هناك شريحة كبيرة تعبر بكل شرف وبكل يعني الحمد لله اعتزاز بانتمائها الوطني، قد يكون ذلك سلوكا، وقد يمكن شفنا خلال يعني الشهور اللي مضت كثير من المواقف الشبابية اللي تعبر عن انتمائها الوطني في انها ما هي واجباتها وليس فقط حقوقها. نستوعب هذه المعاني، واكيد نحن كمثل كوالدين اكيد تقع علينا هذه المسؤولية الكبيرة، بحيث ان نحن نكون قدوة، نحن نحاول أن مثلا نسعى لتنشئة الصالحة لهؤلاء الأبناء بحيث أن نخرج أبناء صالحين يخدمون هذا الوطن الطيب. كيف الوطن كان قبل الاتحاد؟ كيف كانت الإمارات؟ الوطنية ليست شعارات تتردد على ألسنتنا، إنما هي سلوكيات يعبر عنها الشاب الإماراتي من خلال اللهجة المحلية والزي الوطني والالتزام بالعادات والتقاليد. طبعا اليوم كان موضوعنا عن انتماء الوطني، هذا الموضوع يعني فعلا مهم جدا للأسرة وللمدرسة، وأنا أركز على هذا الموضوع أن نبتدي بالأطفال نغرس فيهم روح الوطنية، وطبعا تبتدي من الأسرة والمدرسة، تعاون الجميع في بناء غرس روح الوطنية عند الأطفال حتى يكبر يعني هذا الوطنية معه، حتى احنا إذا كبرنا يعني أو طفل كبر أو شاب حتى إذا سافر دولة الإمارات خارج دولة الإمارات يعتبر هو سفيرا لوطنه. ضمن مسؤولياتنا كمؤسسة اجتماعية ومؤسسة ثقافية وإعلامية كان لابد من أن يكون لهذا الدور الوطني. كما تعتبر المرأة الشق الثاني في المجتمع هي التي تعكس هويتنا الوطنية. الأسرة والانتماء الوطني صورة مشرفة للوطن. هذا طبعا بالتأكيد نحن أكيد ولاءنا وانتمائنا لدولة الإمارات لا يتوقف ولن يتوقف بإذن الله. نذهب الآن إلى العاصمة الحبيبة أبوظبي وسباق أبوظبي للزوارق الشرعية. تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي، اختتمت منافسات سباق أبو ظبي للفرق الشراعية الذي نظمه نادي أبو ظبي للرياضات الشراعية واليخوت على مدى يومين على مياه كورنيش أبو ظبي، حيث كانت المنافسات شديدة بين الفرق منذ انطلاق جولات اليوم الثاني للسباق. وقد انتهت المنافسة بفوز فريق نادي أبو ظبي للرياضات الشراعية واليخوت بعد اجتماع لجنة الحكام واحتساب النقاط التي حصل عليها. وجاء نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في المركز الثاني، أما المركز الثالث فقد كان من نصيب نادي تراث الإمارات ألف، والمركز الرابع نادي تراث الإمارات باء، والمركز الخامس جمعية أبو ظبي للإبحار، أما المركز السادس فكان من نصيب نادي دبي للإبحار، والمركز السابع فريق مارينا قصر الإمارات، أما الثامن فكان من نصيب فريق نادي الحمرة الملكي لليخوت. جميل. طبعا الآن معنا عبر الهاتف الأستاذ ماجد عتيج المهيري المدير التنفيذي لنادي أبو ظبي للرياضات الشراعية واليخوت. مساك الله بالخير سعد أستاذ ماجد. يا مرحبا والله، مساكم الخير والعافية. الله يسلمك أخوي، خبرني عن هذا السباق خصوصا في هذه الأجواء اللي ها يعني نقول ما بين حارة وشوية كسر الجو.
والله الحمد لله يعني الأجواء كانت تقدر تقول مقبولة نوعا ما في افتتاح جدول السباقات. نعم. الروزنامة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية والإخوت. الحمد لله كانت الأجواء يعني مناسبة صراحة. هذا النوع من الزوارق يعني يعتمد أكثر ما يعتمد على حركة الرياح في المقام الأول، وأيضا يعتمد أيضا على حالة البحر. هل تحس أن هذا الوقت هو المناسب أخوي ماجد؟ نعم، الجو كان وايد مناسب، بس شوية الحرارة الجو كانت هي المعوق الوحيد. شيء ثاني هو القوارب هاي تعتمد أكثر على بالمسمى اللي موجود، هو سباق أبو ظبي للفرق الشراعية. نعم. كانت تعتمد على الكابتن اللي في القارب ومجموعته. نعم. مجموعة الفريق هي اللي كان لها الدور الأكبر. طيب أخوي ماجد، هل من شروط يعني يجب توافرها في المتسابقين للتسجيل في السباق؟ ما في كشروط، ما في، السن مفتوح والجنسية مفتوحة. مثلا في أندية خاصة مشاركة معانا. نعم. وفي أندية مثلا نادي أبو ظبي للشراع ونادي التراث ونادي دبي الدولي. نعم. كان الفريق كله من المواطنين. نعم. وهذا اللي استغربنا منه، بأن أول مشاركة لهم وجمعناهم هم من الفرق الفردية تعتبر. نعم. جمعنا لنا فريق وكوننا فريق واحد. نعم. وخذوا المركز الأول والثاني والثالث، فصراحة يعني كان شيء طيب بالنسبة لفوزهم على اللي متمرسين في هاي السباقات، خصوصا الإخوت الأوروبية، تعتبر يعني إخوت أوروبية. طيب فالحمد لله يعني. هي نعم. أخوي ماجد، هناك أيضا بيكون في سباق السبت القادم إن شاء الله، لو تخبرنا عنه شوي. إن شاء الله يوم السبت إن شاء الله راح يكون في سباق المحامل الشرعية في 43 قدم تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان. نعم. رئيس مجلس أبو ظبي الرياضي، وتم فتح باب التسجيل تقريبا من الأحد الماضي، ووصلنا اليوم تقريبا 75 قارب مشارك. نعم. وطبعا هذا في له شروط معينة، مثلا يجب أن يكون مواطنين 50% مواطنين على كل قارب، جميل ويكونون أبناء، والخمسين الثاني يكونون من أبناء مجلس التعاون. طيب خبرني عن من وين بيبدأ وين بينتهي؟ هو بيبدأ إن شاء الله تقريبا من مع باتجاه الغرب من أبو ظبي. نعم. قريب من جزيرة أبو الأبيض. نعم. باتجاه أبو ظبي باتجاه كاسر الأمواج. وبينتهي وين أخوي ماجد؟ عفوا ما سمعتك، بينتهي وين؟ على كورنيش أبو ظبي كاسر الأمواج. يعني بيبتدي من جزيرة أبو الأبيض وبينتهي عند كاسر الأمواج. هي نعم. تقريبا كم المسافة؟ تقريبا 25 ميل بحري. 25 ميل بحري. نحن نتمنى لك كل التوفيق، وايضا ان ايضا التوفيق لكل المتسابقين. سعاده ماجد عتيج المهيري المدير التنفيذي لنادي ابو ظبي للرياضات الشراعيه واليخوت، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نلقاكم ان شاء الله في تمام الساعه 8 من مساء غد. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع الله.